السلام عليكم. أنا بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم نظمت جماعة نواصر بشراكة مع جمعية نور للتنمية البشرية وكذلك الهلال الأحمر المغربي لإقليم نواصر قافلة طبية لفائدة مرضى السكري والضغط الدموي، واللي استفد منها حوالي 170 مريض اللي كيتبعوا طيلة السنة في مكتب حفظ الصحة بجامعة نواصر. ولكن مع اقتراب شهر رمضان هاد المرضى كيكون عندهم مجموعة من التساؤلات حول إمكانية الصيام وكذلك التأثير ديالو على صحة هاد المرضى وشنو المضاعفات اللي ممكن تنتج عليه. كما أشرف على هاد القافلة أطر طبية وصحية وأطر الهلال الأحمر المغربي اللي قاموا بعملية تسجيل المرضى والتوجيه ديالهم القاعة ديال القياسات اللي قاموا فيها بقياس نسبة السكري في الدم وكذلك الضغط الدموي، وقاموا أيضا بقياس نسبة الهيموغلوبين غليكي أو ما يعرف بالخزان. وبناء على هاد النتائج وجههم القاعات ديال الاستشارة الطبية اللي كان فيها استشارة طبية مختصة في أمراض السكري والغدد، واللي قدمنا فيها استشارة طبية لكل واحد على حسب الحالة ديالو إمكانية الصيام أو لا على حسب الحالة ديالته. كما وجههم لقاعة الفحص اللي كانوا فيها أطباء اختصاصيين في أمراض القلب والشرايين اللي قدموا لهم بالدور ديالهم استشارة طبية على حسب الحالة ديال كل مريض. ومن بعد وجههم للقاعة اللي كانت فيها محاضرات طبية اللي قدمتها أخصائية في التغذية اللي شرحت لهم على حسب التساؤلات ديالهم النظام الغذائي اللي ممكن يتبعوه على حسب المرض ديالهم. وبهذه المناسبة تم تكريم بعض الأطر الطبية وبعض الجمعويين، وكنشكروا سيد رئيس جماعة نواصر اللي قدم دعم كبير لإنجاح هاد القافلة، وكنتمنوا أنها تكون لقات استحسان من عند المواطنين وشكرا. نظمت الجمعية المغربية نور للتنمية البشرية قافلة طبية بمساهمة عدة شركاء تحت إشراف المديرية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وبشراكة مع جماعة نواصر وبتعاون مع الهلال الأحمر المغربي بإقليم نواصر، إضافة إلى عدة أطباء الذين ساهموا مساهمة جيدة، منهم أطباء أخصائيين في القلب والشرايين وكذا أطباء من الطب العام وطبيبة للتغذية. استفاد من هذه القافلة ما يناهز 200 مستفيد من مرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي وكذا الشرايين والقلب. هذه القافلة كانت والحمد لله ناجحة وبامتياز لأنها مرت في ظروف جيدة نظرا للتنظيم المحكم الذي لمسناه من خلال جميع المتدخلين سواء طاقم الهلال الأحمر أو الطاقم الطبي وكذا جماعة نواصر بأطرها وتقنيها ومجلسها. هذه القافلة تندرج ضمن الأعمال الاجتماعية التي سطرتها الجمعية جمعية نور للتنمية البشرية نظرا لتجربتها في هذا المجال. وفي الختام أود الشكر لجميع المتدخلين وعلى رأسهم السيد عامل إقليم نواصر والسلطات المحلية والإقليمية وكذا مجلس جماعة نواصر وشركائنا الأوفياء، وشكرا.